فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ضابط التخفيف المشروع في الصلاة؟ ما ضابط التخفيف المشروع في الصلاة؟ هل هو تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي لا يسقط، الذي لا يسقط معه شيء من أركان الصلاة وواجباتها، لا يسقط معه شيء من أركان الصلاة وواجباتها، هذا هو التخفيف المشروع. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل ضابطه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أم مرجعه إلى رغبة الناس؟ ضابطه ما ذكرته لكم، ألا يسقط به شيء من أركان الصلاة وواجباتها، هذا هو التخفيف المشروع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.